الوتيره داخل الجزيره بعنوان مطالبه ميشيل سير بابرام العقد الطبيعي. يقول ميشيل سير في بدايه هذه المداخله: لقد بنينا عالما يكون فيه الذكاء هو اول ملكه، هذا يدفعنا العلم والتكنولوجيا للامام ونسقط وننتج المزيد من البؤس والمجاعه والامراض. في الواقع تمثل كتابات ميشيل سير عالم الرياضيات واحد الفلاسفه الرئيسيين في العلوم الانسانيه في عصر ثقافة ما بعد الإنسان أقصى قدر من الإبداع لفكر يلخص من خلاله شدته ونطاقه الكوكبي أزمات ومفارقات الحياة الراهنة. في القرن 21 هو معترف به برحلاته الفلسفية في مجالات الديناميكا الحرارية ونظريات التعقيد والفوضى. كتب ميشيل سير تاريخ عالم الكائن في مؤلف بعنوان هرمس ونشوء وتعلم الثالث والطفيل وتنوير والعقد الاجتماعي. إلقاء نظرة على العقد، كتاب العقد الاجتماعي، هذا الكتاب الشهير لميشيل سير الذي ظهر يعني ربما من عام 1990، يفيد أن هذا الأستاذ في جامعة ستانفورد وعضو الأكاديمية الفرنسية ومؤلف العديد من المقالات الفلسفية وتاريخ العلوم أحدثها إبهام صغير وزمن الأزمات التي أشادت بها الصحافة على نطاق واسع، أنه أحد الفلاسفة المعاصرين القلائل الذين قدموا رؤية للعالم تجمع بين العلم والثقافة. في عام 1990 ظهرت هذه يعني المشغبات التي اقترحت الارتقاء بالطبيعة إلى رتبة موضوع الحق، قد دعت حالة العنف بلا حدود بين الإنسان والعالم إلى بلورة حق جديد يقوم على أساس عقد طبيعي يكمل العقد الاجتماعي القائم بين البشر. بدأ هذا الحل القانوني يتغلغل في النصوص التشريعية لعدد من الدول المتقدمة في ذلك فرنسا، حيث يجري الحديث أخيرا عن ذكر بعض عناصر الطبيعة في الدستور في ظل الأزمة، أزمة المناخ والأزمة البيئية. لكن هل يمكن اعتبار الطبيعة موضوعا للحق؟ بالنسبة لميشيل سير بصفتنا سادة ومالكين للطبيعة فإننا نسيطر عليها ونختزلها إلى حالة موضوع، ومع ذلك فهذه الطبيعة تستقبلنا وترحب بنا وتجعلنا نحي ونعيش ونسكن فيها. إذا كانت عملية استخراج وعمليات عملياتنا تشكل خطرا عليها فإن التهديد ينقلب علينا الآن، فالطبيعة تضعنا في ظروفها، ومن الآن فصاعدا نقوم بتكييف الطبيعة. هذا الترابط القديم والجديد يدعو ميشيل سير إلى تأسيس عقد طبيعي، أساس قانون جديد لتعايش حيوي ينتهي بميثاق الحرب الذي نخوضه ضد الطبيعة، تم تمريره بين البشر والعالم بمجرد استبعاده من اللعب، بمجرد توقيع العقد الاجتماعي. يمنح العقد الطبيعي الكرامة القانونية والحقوقية للطبيعة ويحدد واجبات الإنسانية تجاهها، فلا يستغرق الأمر 30 عام حتى تصبح الفكرة الجديدة معقولة بعد أن لم تعد مخيفة. هل يمكن للقانون أن ينقذ الطبيعة بعدما عجزت الصناعة عن ذلك؟ والسياسة، قد واجه عالمنا في عام 2018 حال طوارئ بيئية غير مسبوقة، لكن للأسف لا يقرر صاحب الكوكب القوي التوقيع مع العالم الذي يرحب بنا بهذا العقد الطبيعي الذي سيصبح لنا بالعيش في تعايش مع المناخ مع البيئة. يضع ميشيل سير تقييما أنه يريد الهدوء والموضوعية لحالة العالم كما فهمه في عام 1990، أنه يفهمه قبل كثيرين آخرين أن علاقات الإنتاج واستخدام الموارد الطبيعية قد انعكست في أقل من 200 عام وتسببت في تهديد وسيطرة، وأصبحت الطبيعة مهددة ويهيمن عليها التقدم من طرف التقنيات البشرية. من خلال هذا كتاب الرائد بدا وكأنه يدق جرس الإنذار، يدق ناقوس الخطر، ويقرع جرس الإنذار، بل وانطلق فيما يجب تسميته كارثة تنبيه أو تحذير من كارثة معينة غير مشجع للغاية، لكن لحسن الحظ لا ينسى أنه فيلسوف يعتبر أن دوره هو تقديم الحلول للكارثة. المدينة، الكارثة التي يمكن أن تحل بالمدينة، لتمكينها من العيش بشكل أفضل، وهذا ما تقدمه في هذا العقد الطبيعي. يقول من حيث الجوهر يجب أن نصوغ عقد تعايش مع العالم يحل محل عقد التطفل الذي ولد من الآثار السلبية لثورات التكنولوجية في القرون الماضية، والذي تصدم تصور الغرض منه لصالح البشر فقط. لذلك فإن العقد الطبيعي سيكون له دعوة إكمال دون تدمير. العقد الاجتماعي المتصور لمنفعة البشر فقط في القرن 18 يضيف إليه عقدا من أجل المنفعة المتبادلة للبشر مع العالم، ومن هنا فهو يولد فكرة الإنسان الثالث المتعلم
موضوع سيكون عزيز عليه طوال حياته، حيث يجعل نثر ميشيل سير حجة مقنعة لدرجة أنه من الصعب عدم الالتزام بهذه الملاحظة وهذه النصيحة. ميشيل سير كما هو الحال في كثير من الأحيان في كتاباته يسيء استخدام هذا الأسلوب الخاص للغاية الذي يحد أحيانا من الباطل الذي يحجب وضوح الرسالة التي تعتبر مع ذلك مهمة جدا ومرئية جدا، لكنه كان مفكرا عظيما لدرجة أنه يغفر له بسهولة. ربما يعني تعطي قراءة العقد الطبيعي فكرة عن الذكاء المذهل والثقافة العالمية الكونية لميشيل سير. هنا كتابته رائعة وأصيلة وموزة، وربما ارتفع بها لمقارعة الفشل الذي وصلت إليه الإنسانية. يعني لكن ماذا يقصد ميشيل سير بالعقد الطبيعي، وما علاقته بالعقد الاجتماعي لجوجاك روسول؟ قد تأمل في العقد الطبيعي جميع واجبات الإنسان في مجال تأثير الأنشطة على التوازن العالمي للكون، التوازن البيئي. يحدث مفاهيم الفلسفة الكونية الإيكولوجيا ضد العنف ضد الطبيعة على أساس عقد اجتماعي جديد بين البشر. في مقدمته للطبعة الجديدة لعام 2018 التاريخ الأول كان عام 1990 كتب ميشيل سير كان السؤال جديد للغاية، بحيث لا يزال بإمكان المرء أن يظل هادئا وينغمس في التكهنات النظرية. قصيدة علمية وقانونية جميلة تنسج فيها النظرية نسج ما قبلها بدل ما أن تبني نمط ما بعد دائما في نفس المقدمة. لكن الحل الحقيقي هو أن يكون لدينا نموذج بديل، نحن مفقودون. لست متأكدا حتى من أن لدي أي فكرة عن نموذج مثل هذا التجديد السياسي. باختصار تمرين رائع في الأسلوب، ندرك فيه أن ميشيل سير يتفوق على زمنه. من المهم دائما عندما تكون من دعاة حماية البيئة أن تسأل نفسك لتعرف ما إذا كنت تتبع منهجا منفتحا على العالم أم منغلقا على نفسك. يعني يرسم ميشيل سير هنا صورة ذكية جدا لتطرق المختلف الكون البيئي. ومن الملاحظ أنه على حق مرة أخرى الإيكولوجيا مدرسة فكرية ربما تكون الأهم، وهي توضح ذلك بوضوح في يعني أرشيف صوره. يعني في يسمع الفيلسوف ميشيل سير يتحدث كفيلسوف حقوقي وليس يعني فيلسوف ينادي باختلاط الأنواع، فيلسوف موجود للتفكير وليس الانخراط، بل المشاركة السياسية تقوض نطاق الخطاب الفلسفي. ومع ذلك فإن الخطاب الذي يحمله العقد الطبيعي وهو مقال تأسيسي حقا ربما يستحق اليوم أن يسمع من طرف أولئك الذين يعتنقون القضية البيئية انطلاقا من ملاحظة تأثير جميع الأنشطة البشرية على التوازن الكلي للكوكب. العنف الذي لا يرحم والذي يسود الآن بين الإنسان والعالم، يوضح ميشيل سير أن هناك انفصال للعالم كقائد كلاعب في التاريخ. لذلك يدعو إلى المصالحة بعقد جديد يكمل العقد جون جاك روسو الذي نقلنا من حالة الطبيعة من حالة الحرب إلى حالة الحالة المدنية. إذا كان العقد الاجتماعي لروسو مصنوع من إنسان لآخر في العالم، فيجب أن يتم عقد ميشيل سير الطبيعي بين الإنسان والعالم. قبل 32 عام كان ينظر إلى الرغبة في إنقاذ الكوكب على أنه مجرد وهم، وحتى من قبل البعض على أنه إرغاء فاشيستي. حتى الآن يبدو أن العالم بأسره قد التقط هذا الموضوع في كل مكان، نسمعه في أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العالم. ما يذكرنا به ميشيل سير هو أنه من الملح قبل كل شيء أن نفكر في البيئة، في العالم، في العقد الطبيعي. هذا هو السبب في أن عمله العقد الطبيعي يبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى. فمتى يرى العقد الطبيعي النور في السياق الدولي؟ شكرا جزيلا حسن الانتباه. أرجو أن تكون هذه المداخلة معنونة العقد الطبيعي حسب مطالبة ميشيل سير بالعقد الطبيعي قد نالت رضاكم. إلى لقاء هي مقاربة إيكولوجية إيكولوجية بيئية ربما. إلى لقاء في مداخلة إيكولوجية بيئية تفيدكم في علاقة بالمصالحة مع الطبيعة قادمة.